بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. تكملة الأحاديث الواردة في الباب 26 من الكتاب 40، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. الحديث الرابع في هذا الباب بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 74 بعد 805,000، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن أم سلمة رضي الله عنها استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحجامة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طيبة أن يحجمها. يبقى يجوز إيه؟ أن الطبيب يمارس مهنته مع المرأة الأجنبية. قال: حسبت أنه قال كان أخاها من الرضاعة أو غلاما لم يحتلم، يا إما كان لا يعني في أخ من الرضاعة أو كان غلام يعني لم يحتلم، ولكن استقر الشرع الشريف على جواز ممارسة الطبيب الأجنبي طبه للمرأة الأجنبية عند الحاجة إذا كان من أهل العدالة والثقة، ولذا أجاز العلماء نظرة الطبيب وملامسة الطبيب لجسد المريضة الأجنبية من أجل التداوي. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى واللفظ له أخبرنا، وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وعنه به قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرحمن قال أخبرنا سفيان، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر، فقطع منه عرقا. قطع العرق جرح، والجرح حرام، ولا يجوز الجرح إلا من أجل ضرورة، لأن أصل الجرح حرام، لأن الله يقول الجروح قصاص، وطالما قصاص تبقى حرام، فلا يجوز أن يجرح إنسان إلا من أجل ضرورة العلاج. وعنه به قال: وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر عن شعبة قال سمعت سليمان قال سمعت أبا سفيان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأكحل، عارف أنت لما ترفع إيدك كده، والمرفق، المرفق اللي أنت إيه بتغسله في الوضوء، حط إيدك كده أمام المرفق تجد فيه نبض، هذا النبض هو شريان يسمى الأكحل، فهمت بقى؟ بريكيا الأرض، الشريان العضدي يسمى الأكحل، فهم؟ فإيه الأكحل ده؟ لما يتجرح الإنسان ممكن ينزف إلى أن يموت، فهم؟ فكووه علشان يمنع النزف، فكواه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يوم الأحزاب إيه؟ أبي بن كعب رمي في أكحله فإيه؟ فجرح ونزف نزف شديد، فأمر رسول الله بكيه، فإيه؟ فوقف إيه الدم، واضح؟ يبقى الأكحل عرق في
اليد، واليد عند العرب من اول اطراف الصوابع لحد الابن دي اسمها اليد كلها. موضعه بالظبط امام المرفق. وعنه به قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر حاء قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال رمي سعد بن معاذ في اكحله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كواه، والكي نوع من ايقاف النزيف، علاج لايقاف النزيف. يبقى حسمه يعني كواه، وكواه اي ليوقف النزيف. فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم بيده بمشقص، المشقص ده عباره عن نصل عريض كانوا يضعونه على النار حتى يحمى، ثم يلمس به موضع النزف فايه؟ فيقف النزف. طبعا عمليه مؤلمه شديده لان لم يكن هناك تخدير. لكن كانوا يضطروا ذلك من اجل ايقاف النزف لانها حياه او موت. يكاد يموت. لكن الوقت الحمد لله الطب بقى فيه رحمه كبيره. لان في مثل هذه الحالات الانسان بياخد تخدير لا يشعر بشيء ثم يفعل فيه الطبيب ما شاء. فدي برضه رحمه. يبقى الطب مع التقدم العلمي بقى فيه رحمة كبيرة، فلابد اننا نستفيد بالتقدم العلمي. ما جيبش بقى واحد دلوقتي وايه وبينزف واروح كوي كده على الحي من غير ما اخدره واقول اصل كانوا بيعملوا كده ايام النبي. ما ينفعش كده، قلبه هيقف من الالم لا يتحمل. الصحابة كانوا اقوياء، وربنا سبحانه وتعالى جعل في العصر ده لان ما فيش تخدير قوة في البدن تتحمل مثل هذه الالام. الان الإنسان قد لا يحتمل هذا الألم، قد يتوقف قلبه من شدة الألم فيموت. فلا يجوز إنك أنت تقول إن أنا إيه، طالما ما كانش فيه تخدير أيام النبي يبقى إحنا مش عايزين نستعمل التخدير. العقليات العجيبة دي لابد إنك أنت تتخلص منها. لأن الإيلام بغير ضرورة حرام، الإيلام بغير ضرورة حرام قطعًا، ولذا ذهب الإمام الذهبي إلى حرمة ثقب أذن الجارية. طفل ابن الامام الذهبي قال ايه؟ الابن الجوزي في احكام النساء، في كتاب احكام النساء، ذهب الى حرمه ثقب اذن الجاريه الصغيره من اجل الحلق. لماذا؟ قال لانه ايلام بغير ضروره، لان الزينه في الاذن ليست ضروريه فلا اؤلمها. فهم؟ يعني القاعدة إيه؟ أن الإيلام بغير ضرورة حرام، وكشف العورة بغير ضرورة حرام. فهم؟ فلما كان الختان فيه كشف عورة وفيه إيلام فيبقى فيه محرمان. الختان بالنسبة للأطفال فيه محرمان، وهو كشف عورة وألم إيلام. لو لم يكن واجبا ما أجيز فعله. فاستدل الشافعية بذلك على وجوب الختان لا على استحبابه. لماذا؟ لأنه شمل على محرمان، ولا يفعل المحرم إلا من أجل واجب. فهمت القاعدة عند الشافعية إزاي فهموها؟ لكن باقي المذاهب قالوا أن ختان الأطفال مستحب، عند الأحناف مستحب، وعند المالكية قولان، قول بوجوبه في الذكر دون الأنثى، أما الأنثى فهو مكرمة. فهم؟ على خلاف يعني في المذاهب. لكن انا بفهمك كيف تقاعد القواعد، ثم بعد ذلك من خلال القاعده تستنبط الحكم. فهم؟ الاول تقاعد القاعده. الايلام حرام بغير ضروره. لان الايلام بغير ضروره تعذيب، وتعذيب الخلق حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يعذب من عذب الناس يوم القيامه. فهم؟ دي قواعد كده عندك في ذهنك. طيب إذا كان في فعل يؤدي إلى ألم لا أفعله إلا من أجل ضرورة، فقال الإمام ابن الجوزي فكر، قال إحنا بنثقب أذن الجارية الصغيرة. فهمت إزاي؟ وثقب أذن الجارية دي لما تثقب البنت بتعيط، يعني بتتألم، طب هل هناك ضرورة ولا ليس ضرورة؟ فهمت بقى؟ فقال على هذه القاعدة يكون ثقب أذن الجارية حرام من الصغائر. فهمت بقى؟ فهمت القواعد ازاي لما يقاعدها؟ ما وافقوش بعض العلماء، قالوا لانه ده ايلام بسيط، مش ايلام يعني محتمل، ايلام محتمل،
خصوصا ان الجارية تكون صغيرة السن وتنسى هذا الالم بعد ذلك. فبعض العلماء ناقشوه قالوا له مش كل الم يعني، ما تخليهاش كده يعني يا ابن الجوزي في كل الم كده على طول. فهمت ازاي؟ قال لهم لا انا عندي كده اي حاجة تألم بغير ضرورة تبقى حرام. فهمت ازاي؟ العلماء قالوا له لا مش كل الم برضه، يعني مشي حالك كده يا ابن الجوزي عديها. الناس بيحبوا ايه؟ يزينوا اذن البنات. فما تتعصبش يعني الرأي، تقوم تروح بقى بعد كده في كل ما تلاقي واحد يسكب تقول له حرام ضلال في النار وبتاع زي العيال الوهابيه لما بيعملوا. فهمت؟ لا الحكايه بسيطه، لكن المهم ان يبقى عندك في ذهنك قواعد، وهذه القواعد تستغلها وتستنبط منها وتفهم كيف يستنبط العلماء من القواعد الاحكام. فدي نقطه مهمه في ذهن كل طالب علم. يبقى المشقص اللي النبي حسم بيه اكحل سعد ايه؟ ابن معاذ. الاكحل قلنا الشريان اللي موجود امام ايه؟ امام المرفق هنا. لما اصيب النبي حسمه بيده من مشقص. المشقص هو نوع من النصل العريض، زي سكينه عريضه. فهم؟ نصله عريض. يقوم يحطه في النار لحد ما يحمى، وبعدين يلمس بيه موضع النزل، يقوم لما يحترق حرف الشريان يحترق يقوم ينقبض، فلما ينقبض يقف النزل. فهمت بقى المساله؟ دي طريقه علاج قديم. الوقت احنا ايه؟ بنبنج العيان ونمسك الشريان ونربطه او نخيطه. فهمت ازاي؟ ما بنحسموش، لان احيانا بعض الشرايين تيجي تحسمها تبص تلاقي يحصل غرغرينه في الجزء الاسفل لانه ما وصلوش دم. فهمت بقى المساله؟ يعني لو شريان مثلا خلف الركبه واتعور وجيت انت حسمته يعني ربطته او كويته، هتبص تلاقي صوابع المريض وقدمه تسود بعد يومين ثلاثه، وتضطر تعمل له بتر فوق الركبه. فهمت ازاي؟ لكن في العضو دي هنا، لان في توصيلات طرق فرعيه ثانيه حوالين المرفق، فلما بتيجي تربطه ما بيضرش الايد، بيفضل جاي يوصل لها دم من طرق اخرى فرعيه حوالين المرفق. فهمت ازاي؟ يبقى ليس كل شريان يربط. دي عايزه بقى ايه؟ جراحه وعيادة دموية، تجيبه للدكتور يسري يعلمك ازاي اللي يتربط واللي يتصلح. فهمت؟ او من كان على شاكله يعني في هذه المهنه. لكن على اي حال كان زمان ما قدامهمش الا الربط او الكي، لحد ما تقدمت بعد ذلك الجراحه، واصبح ايه؟ في وسيله لانك انت تمنع تدفق الدم مؤقت لحد ما تخيط وتوصل الشريان تاني، ثم بعد ذلك تطلق الدم فينطلق في سيرته الاولى كما كان، وتعود الامور على ما كانت عليه. فبيقول هنا قال رمي سعد بن معاذ في اكحله، قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كواه بيده بمشقص، ثم ورمت فحسمه الثانيه. لما كواه احيانا الكي مع ترك الجرح مفتوح يعمل صديد ويعمل قيح ويدخل ميكروب. فهمت ازاي؟ يقوم يعمل ايه؟ يروح واكل الجزء اللي اتكوى تاني، يرجع ينزف تاني، يسموه نزيف سنوي. تملي بيجي على اليوم العاشر الى اليوم الاتناشر بعد الكية الاولى. فهم؟ وعلشان كده سعد بن معاذ حصل ايه؟ بعد 10 ايام من الكية الاولانية حصل له نزيف وقيح وبعدين نزف تاني، فالنبي حسمه مرة أخرى. دي وسائل الطب المتاحة ساعتها، لا في مضاد حيوي ولا في غلق جرح ولا في تعقيم ولا في حاجة. فهمت ازاي؟ ومات شهيد، لأنه هو سيدنا سعد بن معاذ بعدما انصرف أهل الخندق الأحزاب وربنا نصرنا عليهم بالرعب والريح والحاجات دي، أم قال إيه؟ اللهم إن لم يكن هناك حرب بين الكفار ورسول الله فافجرها حتى أموت بسببها شهيدا. دعا كده. فهمت إزاي؟ وبالفعل ما حصلش قتال بعد كده بين الرسول، لأن فتحت مكة بعد إيه؟ الأحزاب بحوالي سنتين أو سنة واحدة، لأن الأحزاب كانت في 7 من الهجرة وفتح مكة في 8 من الهجرة. وفتح مكة ما حصلش قتال إلا بعض المناوشات في المنطقة اللي كان فيها سيدنا خالد بن الوليد، لكن أصلا فتحت مكة صلحا أو استسلاما كده برضو، فما حصلش قتال. فربنا أكرم سيدنا سعد بن معاذ
فايه فبعدما حكم في بني قريظة يهود بني قريظة حكمه النبي وهو مريض، لان كان بينه وبينهم صداقة ورضاعة. هم قالوا يا رسول الله ما تحكمش انت فينا، حكم فينا سعد، يعني هم اللي اختاروا اللي يحكم فيهم، لان سعد بينهم وبينهم قرابة، يعني مش قرابة زي ما تقول ايه، صلة رضاعة وتربية وصداقة وتجارة، طول العمر بيشتغل معاهم فعارفينه وبيحبوه، فهمت؟ قبل الاسلام وكان بيحبهم ويودهم، لكن هم عملوا خيانة عظمى بعدما عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يؤمنوه، كادوا يدخلوا جيش الاحزاب من جهته، فدي اسمها خيانة عظمى. وعقوبة الخيانة العظمى في جميع قوانين العالم الى يومنا هذا هي الاعدام، ما تغيرتش الحكم ده، ده من ايام النبي وقبل النبي كمان. فسعد بن معاذ لما ايه طلبوا ان يحكموه جابوه وهو ايه مستند على الناس مريض، وجرحه بيعمل له حمى وتعبان، وبيقول يا رب فجرها علشان اموت شهيد وشغلانه، واخد بالك؟ فجاء سيدنا سعد بن معاذ وقال ان الرسول قال له ان بني قريظه يحكموك فيهم يا سعد، فاحكم فيهم. ما حدش بقى بعد كده اعدل من كده، ان النبي يجيب المجرم ويقول له اختار القاضي اللي يحكم فيك. مفيش بعد كده اعدل من النبي. يجي لك الواد احمد ده اللي جابوه في التلفزيون يقول لك اصل انا كفرت برسول بالنبي علشان ازاي يقتل بني قريظه، يعني واد غبي مش فاهم اصلا تفاسير. لا، لو حصلت الوقت هيتقتلوا برضه. اي خيانه عظمى علاجها ايه؟ القتل، يقتل على طول، فاهم؟ فجاء سعد بن معاذ وقال لهم ارى ان تسبى نسائهم وذراريهم وتقتل مقاتلتهم، يعني اللي قابل المقاتله اللي هم الجنود بتوعهم هم دول اللي يقتلوا والباقي تسبى، يبقى حقن دمائهم اهو، ما قتلهمش كلهم، ما فجرهمش بقنبله ولا حرقهم بديارهم، يبقى رحمه ولا مش رحمه؟ اللي سبوا بقوا مسلمين ودخلوا الجنه وانجبوا اطفال مسلمين، يبقى كان مصلحه ليهم ولا لا؟ ولو كان تركهم كانوا هيعيشوا يهود ويموتوا يهود ويروحوا ب60 ده. يبقى فعل النبي في احواله كلها كان هو الرحمه المهداه صلى الله عليه واله. بعد ما حكم فيهم سيدنا سعد الرسول قال له ايه؟ لقد حكمت بحكم الملك من فوق 7 سماوات. فهمت ازاي؟ سيدنا سعد. وبعدين بعد كده تفجر جرحه ومات رحمه الله شهيدا، والشهداء احياء عند الله. فنسال الله ان يبلغ روحه الشريفه منا السلام. وعن ابي قال حدثني احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره واستعطى. احتجم واعطى الحجام اجره، فدل على ان اجر الطبيب مطلوب، انك انت تعطي للطبيب اجره. امال ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ان اخبث اخبث الكسب اجر الحجام، قايل كده ليه؟ لانه فيه استخراج نجاسه وهو الدم نجس، فهمت ازاي؟ ولكن النبي اعطى للحجام اجره، يبقى النبي قال اخبث الاجر اجر الحجام لا لكون اجره حرام، بل لكونه يضطر ان يتعرض للنجاسه. بس هذه المساله، بدليل انه اعطى اجرا للحجام. واضح؟ وبالتالي يبقى اجر الطبيب مباح، واجر الجراح ياخذ اجرته عادي. ويكرم كمان، ده النبي صلى الله عليه وسلم اكرمه واعطى اجر، لكن الحرام هو ان يشترط ولا يوجد طبيب غيره، يبقى في الحاله دي محتكر. والاحتكار حرام. يبقى امتى يكون اجر الطبيب حرام؟ ان لم يكن في المنطقه غيره ثم اشترط اجرا قبل ان يقدم الخدمه، في الحاله دي بقى حرام عليه. عليه يقدم الخدمه واللي يجي له يجي له. ادوله ما ادولوش ما يجراش حاجه. ادي الطبيب المسلم المحترم. يجي له المريض يعالجه. اهل المريض قدروه يقدروه، ما قدروهوش ربنا يقدره. سلام عليكم. بس ادي الطبيب المحترم. فهمت يعني؟ انما الطبيب غير المحترم يقف كده يشوف المريض يقول لهم مش همد ايدي الا ب1000 جنيه ب2000 جنيه. لو في طبيب اخر موجود في المنطقه ما يجراش حاجه، هنقول له طب سلام عليكم هنجيب غيرك. سهل. يبقى مش محتكر. فهمت ازاي؟ لكن لو ما فيش غيره في المنطقه وعايشين في منطقه زي في الوادي الجديد، تلاقي مثلا على بعد 20 30 كيلو ما فيش الا طبيب واحد.
فهمت؟ فما ينفعش يقعد يحتكر في المدينه او في سيناء او في البلاد الايه البعيده، فهمت؟ انما في القاهره ده بين كل طبيب وطبيب طبيب، ده بقى في طبيب لكل مواطن، فهمت؟ فبقت مش مشكله في القاهره، مش مشكله انه يقعد يشترك، لان القاهره مدينه كبيره ومليانه بالاطباء والتخصصات المختلفه، فمش شرط يشترك، حتى لو اشترك مش حرام. ليه؟ لانه غير محتكر. فهمت بقى المساله؟ دي نقاط مهمه يعرفها ممارس المهنه ايه وهو بيمارسها، علشان يعرف ايه الحرام من الحلال، متى يشرط ومتى لا يشترط ومتى يحتكر ومتى، كل الحاجات دي مهمه حتى يكون رزقه حلال، لان تحصيل الرزق الحلال مقصد من مقاصد المسلم الذي يراعي ضميره ويراعي ربه. يبقى النبي ان احتجم واعطى الحجام اجره، لو كان اجره الحجام حرام ما كان اعطاها النبي. واضح؟ ومش كده بس، واستعطى. استعطى يعني استعمل الصعود، والصعود كل دواء يوضع في الانف يسمى صعود. يستنشق كده عامل زي ايه؟ زي النشوء، يسمى صعود. يبقى كل دواء يستنشق بالانف يسمى صعود. في لغة ايه؟ اللغة القديمة يعني، في الكتب الحديث القديمة. اللي بنسميها احنا بالانجليزي انهيلرز. يعني كل ما يؤخذ بالاستنشاق عن طريق ايه؟ الانف، يبقى يسمى صعود. واضح؟ النشوء حكمه حكم الدخان. حكمه حكم الدخان. النشوق حكمه حكم الدخان. ان قلنا ان الدخان حرام وهو الراجح، يبقى النشوق حرام وهو الراجح. لكن حرام من الصغائر وليس من الكبائر، ليس كالخمر وليس كالحشيش وليس كالافيون. واضح؟ لكنه حرام من الصغائر. واضح؟ انا جبته حد يعني من شيخنا فقال ما فيهوش حاجه، يعني زمان كانوا بيقولوا للشيخ لما حد يكون مثلا، هو الوقت اختفى يعني، نادرا لما تلاقيه. يعني انا اخر واحد شفته كان يستعمل النشوء ويستعط كان البواب بتاعي عم رمضان في المانيا، للكلام ده من ايه؟ من 25 سنه او 30 سنه. ثم مات عم رمضان، ما شفتش واحد تاني بيستعمل النشوء بعد ما مات، فهو بقى مش مشهور يعني. كانت الخلطة بتاعت زمان أيام المشايخ قال لك ما يجراش حاجة، ما كانتش فيها مفتر ولا مخدر، كانت فقط تعمل إيه؟ تعمل تهيج للأغشية المخاطية، تقوم تخليه يعطس والعطاس يخليه يعمل نشاط. فهمت إزاي؟ وتسلك حنجرته، يقوم يحس بانتعاش. أدي كان بيستعمله من أجل هذا. لكن بعد كده ابتدوا يحطوا في الخلطة بتاعته بعض الأشياء التي تجعل الإنسان يعتاده ويتعود عليه. ولو ما خدوش يجي له صداع ويبقى ماشي تعبان ومخدر، كانه بقى صار كالدخان. فهمت بقى؟ فصار مفترا. فلما صار مفترا غير منشطا قالوا عليه انه حرام. مش كده وبس. وبيؤدي انا ما اعرفش المواد، لان اصبح ما بيتصنعش دلوقتي. هو موجود انا عندي قليل قليل قوي يعني، حتى جمهوره بقى اقل، لكن لا ننصح باستعماله، لان نشوء اليومين دول بيضاف عليه اشياء مفترة تجعل الإنسان يعتاده، ثم استعماله مدة طويلة يجعل الإنسان يفقد حاسة مهمة من حواس إيه؟ من حواسه الخمس، وهي حاسة الشم. يعني يستعمله مدة مثلا سنتين ثلاثة تلاقيه فقد حاسة الشم، وإذا فقد حاسة الشم يفقد حاسة أخرى وهي حاسة إيه؟ استطعام الطعام. فتلاقي عنده الطعام كله طعم واحد. لأن الطعام عشان تستطعم الطعام الحلو والمر والحادق والبتاع محتاج إيه؟ حاسة شم سليمة. فلو فسدت حاسة الشم فسد استطعام الطعام. فهي إفساد للخلقة. فضرر واضح، فهمت إزاي؟ بالإضافة لأنه مقرف، مقرف في إيه بقى؟ يخلي باستمرار منزل منه كأنه عنده زكام. طول النهار قاعد ينف، لما تقعد جنب واحد بتاع طول النهار قاعد ينف يقرفك. قاعد قرفان منه، ينف ويتف. قاعد طول النهار ينف ويتف. فهمت ازاي؟ والنبي كان لا 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 يتفل كثيرا، دل على ان التفل مش من العادات الحلوه يعني. فهمت ازاي؟ فالواحد ياخد باله منها. لكن الاستعاط ان كان من اجل العلاج جائز، لكن من اجل المزاج حرام. فهمت بقى؟ اذا كان من اجل العلاج ما فيش مشكله. وعنه به قال، وبيستعملوا ساعات الهروين، الهروين ده عباره عن بودره يستعيطوها كده، يحطها كده ويستعيطها. لدرجه ان كان منتشر النشوء ده زمان في اوروبا في 1850 لحد يمكن 1950، كان منتشر انتشار رهيب النشوء.
لدرجه انت لما تعمل صباعك كده تلاقي عندك تجويف هنا مش كده؟ في الصباع ده التجويف ده، عارف ده اسمه ايه بالانجليزي؟ حفره النشوء، اسمها كده اناتوميكال سناف بوكس. سناف يعني نشوء، بوكس يعني صندوق، يعني صندوق النشوء، يعني سموها صندوق النشوء من كثره استعمال الناس النشوء، كانوا يضعوها هنا وتقول ان قاعدين يعملوا كده فبقت اسمها كده، فاهم؟ فالوقت خلاص يعني نادره، لكن في بعض الحاجات البودره اللي بيستعملوها بقى للادمان زي الهروين والحاجات دي ما زالوا يضعوها هكذا برضه هنا في نفس المنطقه دي، ويقعدوا يشموها العيال المدمنين، فربنا ينجيهم مما هم فيه. وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال ابو بكر حدثنا وكيع وقال ابو كريب واللفظ له اخبرنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن عامر الانصاري قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يظلم احدا اجره. وعن ابي قال حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. وده برضه من علامات نبوه نبينا، لان الحمى استعمال الماء للحمى لعلاجها كان الاطباء يقولون انه ضار جدا ضار جدا، حتى اقرا كده شرح الامام النووي قاعد يقول وقال الاطباء انها هذا يضر وبتاع ولكن علينا ان نستعمل علاج النبي، وقاعد يرد على الاطباء، واخد بالك اطباء عصره يعني. والمازري كذلك ايه رد على اطباء عصره وقال عليهم انهم زنادقه لانهم ينكرون الانتفاع بالماء للمحموم ويجعلونها انها مضاده للعلاج الطبي وانها تضر المريض. وفضل الامر على ان استعمال الماء للمحموم اللي هي الكمادات البارده يعني للمحموم دار لحد حوالي 200-300 سنه فاتوا، بس يا دوب اكتشفوا بعد كده انها مفيده، وبعد كده بقوا يعملوا كمادات ويعملوا. يبقى شفت بقى ان النبي لا يجوز انك انت تعمل عقلك في الوحي فترفضه بعقلك، لان خبرات الناس تختلف باختلاف كل زمان. وبالتالي لو كان اهل ايه الصحابه في ايامهم كانوا منعوا روايه هذه الروايه لانها تخالف الطب المعاصر لهم، لك وفضلت مخالفه للطب المعاصر اكثر من 800 سنه. فهمت ازاي؟ لكن علينا ان نحفظ الشرع الشريف لان الوحي فوق العقل. الوحي هو الحق المطلق، اما العقل فمحكوم بالتجارب البشريه، والتجارب البشريه قد تخطئ وقد تصيب وقد تزداد خبره بمرور الزمان، فيطرح ما كان نافعا في الزمان يطرح انه كان ضارا في زمان اخر. فعلينا الا نتلاعب بالفاظ الشرع الشريف اذا ثبتت عن ايه؟ عن نبينا صلى الله عليه وسلم. مش زي بتاع اليومين دول بقى يقول لك الذبابه ازاي مش عارف اغمسها في احد جناحتها داء ومش عارف ايه، لا امسحها من البخاري. لا ما ينفعش، هذه الطريقه لا تصلح. انت تروي الحديث مش قادر تفهمه سلم امره لله، طوره. هو انت عايز تبقى عقلك زي عقل النبي وعلمك زي علم النبي؟ علم النبي علم اولا عقله من حيث العقول البشريه فهو فوق كل العقول، ثم فاق هذا العقل كمان الوحي، جاءه كمان وحي، فهو من حيث العقل فالنبي ازكى الخلق، ومن حيث كمان الذكاء لم يكله الله لذكائه بل اوحى اليه مع ذكائه، فالنبي يكون اعلم الخلق. فهمت بقى المساله؟ فما ينفعش نيجي الحديث والله مش موافق الطب الحديث او الطب المعاصر او ما اقول ايه لا الغيه، واعمل طبعه منقحه لصحيح مسلم وشيله، واعمل طبعه منقحه للبخاري وشيله. ده شغل لعب عيال اللي عايزين يلعبوا ده، يقول لك عايزين ننقح البخاري من بعض الاحاديث. طب وبعد شويه هتقول انقح القران من بعض الايات التي لا توافق العقل. هل هناك نمله تتكلم؟ هل هناك هدهد يتكلم؟ هل هناك مش عارف يعني؟ هنخش بقى في شغل الاناجيل، يقول لك كل شويه في معرض الكتاب طبعه مزيده ومنقحه، طبعه مزيده ما ينفعش. احنا ديننا لابد ان نحافظ على نصوصه، لان الشرع عندنا وحي والوحي فوق العقل. فهم؟ لاننا نعلم ان الوحي حق من الله. فهمت؟ والنبي كان لا يتكلم من عند نفسه بل عند الله، فهو رسول الله. وبالتالي لا تلتفت لمن يقيس الشرع والاخبار النبويه الشريفه
والآيات القرآنية على مقتضى العقل وخبرات الزمان لأنها تتغير. فهمت ازاي؟ فدي نقطة مهمة، وده السبب ان الناس ليه بيزعلوا لما الناس تعيب في البخاري. مش المقصود شخص الإمام البخاري، المقصود المنهج، الأسلوب في التفكير. لابد أن تجعل الوحي فوق العقل، إنما عايز تخلي العقل هو اللي يحكم على الوحي. هذا الأسلوب هو ده الخطأ اللي بيخليه يقول لك احنا عايزين نهاجم البخاري. لا، احنا ما نهاجمش البخاري، لأن البخاري لا يمثل شخص، بل يمثل مدرسة حديثية كبيرة فيها مئات الألوف من العلماء ودراسات وعلوم كبيرة حتى توثق الأخبار. فالبخاري ده شخص في مدرسة طويلة مليانة مئات الألوف من العلماء. وهو ليه بيبتدي بالبخاري؟ لأن البخاري عند المسلمين أعلى كتاب في الحديث، فإذا هدمه هدم السنة ببساطة كده. فالحديث اللي في البخاري ما رواه مسلم، ليه ما بيتكلمش ولا في صحيح مسلم؟ لأن إذا هدم البخاري هينهدم صحيح مسلم على طول تحتيه، وإذا انهدم صحيح مسلم ينهدم بعديه سنن أبي داود، وإذا تهدم سنن أبي داود ينهدم بعدها سنن الترمذي، والترمذي تهدم، النسائي ضاع، والنسائي ضاع، ابن ماجه ضاع. يبقى ما بقاش في سنة، ما بقاش في دين. وبعد شوية يهجم على القرآن، يقول لك كمان عايزين ننقي القرآن من الحديث والآيات الغريبة التي تدعو إلى قتال الناس بعضهم ببعض، وإلى مش عارف إيه، والحديث التي تتكلم أن الحيوان يتكلم والهدهد يتكلم والنملة تتكلم. في الآخر يضيعوا دين الله. فهمت بقى المسألة؟ فالمسألة مش مسألة أن أنا بنكر عذاب القبر أو مش عذاب القبر، مش المسألة كده، مسألة منهج ومدرسة. فهم؟ لابد أن يكون الوحي فوق العقل. فإذا ثبت أنه وحي والعقل لم يستوعبه تسلم، وإلا مش هتبقى مؤمن بالغيب. يعني الإيمان بالغيب هو أن تسلم بأخبار الوحي حتى ولو لم يدركها العقل. فهم؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما بيقول الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، سبق الأطباء إلى حوالي يمكن أكثر من 1000 سنة بعد انقضاء الوحي، 1000 سنة، والأطباء بيقولوا خلاف كلام النبي، والنبي سبقهم. ثم اتضح بعد ذلك أن بالفعل أن الإنسان المحموم إذا تعرض للماء انخفضت حرارته، إيه، قل مرضه واستعاد نشاطه. وعن أبي قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن بشر حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وعن أبي قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني مالك حا قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك عن ابن عثمان كلاهما عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن عبد الله ابن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأطفئوها بالماء. عارف بقى الصحابة لو كانوا بيعملوا عقلهم في أخبار النبي ما كانوش رووا هذه الرواية، يعتبروها عورة بقى. هتقول لك هنقول كده والأطباء بيقولوا لا ده مضرة، إحنا أحسن حاجة نستر هذا الخبر. لكن الصحابة مش كده، صعب عندهم النبي يقول الحق خلاص، حتى لو الأطباء بتقول خلاف ذلك. إحنا عارفين إن النبي يقول الحق لأنه هو الحق وهو رسول الحق. فهمت بقى؟ فلابد إننا نرجع تاني إلى ما كنا عليه من أيام الصحابة، هو التسليم لكلام النبوة. لابد أن نسلم لأنهم أنبياء يخبرون عن الله، لا يخبرون عن أنفسهم ولا عن خبرات حياتهم، بل يخبرون عن الله الذي خلق الأكوان سبحانه وتعالى. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وعن أبي قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا خالد بن الحارث وعبدة بن سليمان جميعا عن هشام بهذا الإسناد مثله. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ابن سليمان عن هشام عن فاطمة عن أسماء أنها كانت تؤتى بالمرأة الموعوكة. الموعوكة يعني المحمومة، يعني اللي عندها حمى، يعني اللي عندها حرارة عالية مرتفعة، فيفر.
فتدعو بالماء فتصبه في جيبها، جيبها يعني ايه؟ فتحة ثوبها، تقوم تصبه يعني يقوم يجي على جسمها، يقوم ايه؟ يبردها، يقوم ايه؟ ياخذ جزء من الحرارة. فتدعو بالماء فتصبه في جيبها اللي هي فتحة ثوبها التي تدخل منها رقبتها، وتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابردوها بالماء، وقال انها من فيح جهنم على الحمى يعني. وعن ابي قال وحدثناه ابو كريب قال حدثنا ابن نمير وابو اسامه عن هشام بهذا الاسناد، وفي حديث ابن نمير صبت الماء بينها وبين جيبها، ولم يذكر في حديث ابي اسامه انها من فيح جهنم. قال ابو احمد قال ابراهيم حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا ابو اسامه بهذا الاسناد. وعن ابي قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابو الاحوص عن سعيد بن مسروق عن عبايه بن رفاعه عن جده رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحمى فور من جهنم فابردوها بالماء. والفور والفيح بمعنى واحد. وعن ابي قال والفور والفيح واللفح كلها بمعنى واحد. المصريين يقولوا عليها الهبو، يقول لك هبو النار، يعني لما تمشي جنب نار كده تقوم تشعر ان الحراره منتشره في الجو المحيط بها، فيسموه فيح النار. يبقى فيح النار هو ما انتشر من حراره النار حولها، فيحها هبوها لفحها كل ده بمعنى واحد. فهمت؟ فأبردوها بالماء. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى ومحمد بن حاتم وأبو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي عن عباية بن رفاعة قال حدثني رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فور جهنم فأبردوها عنكم بالماء، ولم يذكر أبو بكر عنكم. وقال قال أخبرني رافع بن خديج. باب كراهة التداوي باللدود. واللدود هو كل دواء يوضع في شدق الفم ويستحلب. أي دواء يوضع في شدق الفم ويستحلب يسمى لدود. عارف أنت الجماعة اليمنيين بيخزنوا، عارف يخزن يعني إيه؟ يعني يحط القاط في خده. القاط ده نوع من الكيوف برضه، كيف كده عامل زي التدخين. فاهم؟ لكن يحطه في الخد ويقعد طول النهار إيه؟ يمص كده. شفت انت اليمنيين ما انتوا بتروحوا هناك حضرموت وتشوفوهم بيخزنوا، يقول لك بخزن. فاهم؟ فده اسمه اللدود، ان كان علاج يسموه اللدود. لكن القط في اليمن ده كيف؟ وانا ارى انه حرام، لانه حكمه حكم الدخان وحكمه حكم النشوء. وعشان كده معظم اليمنيين تلاقيهم ضعاف البنيه بسبب هذا التخزين اللي بيخزنوه. يعمل لهم عسر هضم وسداد نفس وقلة نوم، فتجدهم باستمرار جسمه منهك وتعبان بسبب هذا. والأفغان عندهم حاجة اسمها نسوار. نسوار زي القط بالظبط، عبارة عن خليط من نباتات مخدرة يحطوها في خدهم برضه، واخد بالك ازاي؟ ويخزن برضه. جماعة الأفغان شفتهم، فهمت ازاي؟ ويؤدي يعني نفس الأعراض المدخنين، هي هي. لا يأكل بانتظام ويضعف ويقل نومه ويبقى عنده قلق وأرق وصداع إن لم يستعمله، وتجده يبقى ضعيف وعنده هزلان وباستمرار جسمه تعبه. فهمت ازاي؟ نفس الأعراض. يبقى عندك النسوار والقات والأفيون والنشوء والدخان، كل دي زبالة المفروض المسلم يبعد عنها. فهمت ازاي؟ عادات سيئة من العادات المعاصرة وممرضة. يبقى اللدود هو علاج وليس كيف بقى، يوضع في الخد من داخل الفم فيختلط بالريق ويدوب تدريجيا، وتبدا تبتلع ايه؟ خليط الدواء مع ريقك، فده يسمى اللدود. واخد بالك ازاي؟ ووضعه يسمى اللد، يقول لك لددته، يعني وضعت اللدود في خدي. فهمت بقى؟ دواء يوضع في احد شقي الانف، هو الفم على فكره، في احد شقي الفم. كراهة التداوي باللدود. والنبي كان يكرهه لأنه بيغير طعم الفم ورائحة إيه؟ ورائحة الأنف. بيغير، والنبي ما كانش يحب يخرج روائح كريهة وما يحبش ياخد حاجة طعمها كريه. فعشان كده النبي كرهه.
وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، في مرض وفاة النبي احتاروا، فإيه عملوا مع النبي كل أسوأ سائل العلاج، وكانوا إيه يغمسوا في الماء، وكانوا يعملوا حاجة ويشدوا عصابة على رأسه، لكن كان هو مرض الوفاة والنبي اختار رفيق له. فلما عرضوا على النبي أن يلدوه فالنبي اعترض، فانتظروا لما النبي نام حاجة خفيفة كده فلدوه وهو نائم، فلما استيقظ النبي قال كل من في الحجرة يلد عقوبة، فلدوا كل اللي موجودين أعقبهم، لأن قال لهم أنا مش عايز، فإزاي تدخلوه عموة، فهم؟ فالنبي كان يكرمه، لكن هم اضطروا يفعلوا ذلك حرصا على مصلحة النبي، لأنه شايفين النبي مرضه بيزداد كل يوم بيزداد، وهم عايزين النبي صلى الله عليه وسلم يرجع لنشاطه المعتاد. قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه فأشار ألا تلدوني، فقلنا كراهية المريض للدواء. لما النبي قال لهم ما تلدونيش، قالوا ده علشان كعادة المريض بيكره الدواء، فاستنوا ما ينام واحنا نحطه فيه، فهم؟ فلما أفاق قال لا يبقى أحد منكم إلا لد، غير العباس عشان عمه، يعني احتراما عمه كان في الحجرة، لهم كل اللي في الحجرة يلد إلا العباس بس عشان ده عمه، عدي مش هعاقب عنه، فهم؟ لا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس فإنه لم يشهدكم. ونقف على باب التداوي بالعود الهندي وهو الكست غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.